الرحيم، رجعنا لكم تاني مع الإليستريتور، البرنامج الجميل اللي هنفضل ان شاء الله شغالين عليه باستمرار. بصوا، ده الملف ان شاء الله اللي احنا هنشتغل عليه في الافتر افكت. هنعمل له انيميشن، هنتعلم ازاي ان احنا نفصله كل لير لوحدها بحيث ان احنا نعرف نحركها في الإليستريتور في الافتر افكت، علشان احنا لو ما عملناش كده يبقى مش هنعرف نعمل عملية التحريك او نعمل الانيميشن. بالتالي هو هنا جاي على 2 لير باك جراوند، ده طبعا انا منزلاه من فري بيك، ماشي. وهنا اللير كلها موجوده في لير واحده، يعني مجمع كلها في لير واحده. ده اللير الاساسي، دول اسمهم سب لير زي ما انتم شايفين كده، ماشي. ده اسمه ايه؟ سب لير. فبالتالي احنا عايزين نفصل السب دول نخليهم ليرات اساسيه زي اللير الرئيسي ده. طيب، في طريقتين. اولا، الجزء اللي في النص ده احنا مش عايزينه، اللي هو التكست ده ممكن نحط بداله لوجو او ممكن نسيبه فاضي عادي يعني، ماشي. فبالتالي ده احنا هندليته خالص، مش عايزينه، نحذفه كده خلاص. هيبقى بقى لنا دول، الجزء اللي تحت ده ابيض، ده اللي هو التكست ده برضو هنشيله، مش عايزينه. هيبقى بقى لنا كده، بقى لنا دول. بصوا، في طريقتين. الطريقة الأولانية الطريقة اليدوية، احنا بنسميها مانوال. يعني هنعمل ايه؟ هنسحب كل اللير من تحت لفوق، بس في الأول لازم نعمل ليرات فوق اللير ده. ده كرييت نيو لير، بالتالي انا هعمل كده لير جديد، هفصل فيه، اخد لير من هنا واحطه فيه. هنعرف دلوقتي ازاي. بصوا، هناخد اول حاجة السحابة دي، تمام. هنعلم عليها كده اهي دي، ويا اما امسك النقطة دي واسحبها لفوق واطلع معاها كده لحد ما اوصل لللير اللي انا عايزاه، تمام. بقت هي دلوقتي منفصلة على لير خاص بيها هي بس. حتى تلاقوا علامة اللون الاخضر ده اللي هو السيليكشن. بصوا، السيليكشن بتاعها بقى لونها اخضر، بقى مختلف. لو عملت سيليكشن على اي حاجة تانية لونها احمر. ليه؟ لان دي بقت منفصلة لوحدها عنه. طيب، هنيجي نعمل نقف على ده عشان ناخد لير تاني من فوقيه خلاص، وننزل تحت. لازم ناخد من تحت لفوق علشان خاطر يبقى ماشيين مع الترتيب بتاع الشكل اللي احنا شايفينه، عشان ما نعملش بس اختلاف. هناخد بقى الجزء التاني ده اللي هي السحابة التانية دي برضو، وهنسحبها. يا اما نسحبها بقى، نمسك النقطة دي ونسحبها لفوق زي ما عملنا، او نمسك اللير نفسه كده ونروح ساحبينه لحد ما نطلع لفوق، تمام كده بالمنظر ده. نروح حاطينه هنا. احنا كده عملنا ليرين. في الطريقة الاسهل بصراحة والاسرع، انا بفضلها عن نفسي، يعني ان احنا بنقف على اللير عند نخفي دول بقى كده دلوقتي خلاص. اللير الاصلي ده اللي هو ده، تمام. ونروح هنا من الـ الاوبشن، نختار حاجة اسمها release to layer sequence. يعني ايه release to layer sequence؟ يعني فكهم لي بشكل تتابعي. release يعني فك خلاص. هنعمل كده release. طب هما فكهمش ليه؟ عشان خاطر هما في جروب. نقف بقى على جروب من الجروبات دي ونقول له، نفتحه كده ونقول له release. فكهم لي ليرات، تمام. لو انا وقفت على اول لير خلاص فوق كده ونزلت تحت وانا ضغط على الشيفت، هحدد كل الليرات دي، تمام. طيب، انا هنا واخده 2 خلاص، يبقى اخد ده كده وارفعه فوق الاتنين دول. هنشوف دلوقتي ايه اللي حصل. نظهر دول وخلاص بقى، نخفي ده كده كده، ده ملوش لازمه، خلي الباك جراوند. تيجي بقى كده ونرجع اللي احنا عملناه. بصوا، اول لير دي فوق اللي هي الدايرة البيضة دي، وبعديها الدايرة البني اللي وراها، وبعديها الدايرة اللي هي برضو لونها بني بس فاتح شوية، وبعديها ده ايه؟ ده بس ده مش باين. طيب، ده كده مش
مش ظاهر في حاجة. ماشي، ممكن يشيله خالص. اللي بعديها الدايرة الخضراء، اللي بعديها الخضراء غامق شوية، اللي بعديها الشرط الموجودة دي. طبعا عشان بس نشوف كويس، كنترول وبلس عشان نعمل زوم، كنترول وبلس كده عشان نعمل زوم نشوف اللي احنا ايه هنقوله. بحرك بالمسطرة على فكرة، يعني وانا واقفة على اي اداة دلوقتي لو ضغطت مسطرة سبيس بار ممكن اعمل الهاند دي، ممكن احرك الشكل بتاعي. نكمل كده، وقفنا لحد فين؟ وقفنا لحد الدوائر الشرط دي. بعد كده هيجي لنا الشجرة دي، وهكذا نمشي بقى كده نشوف الدنيا ماشية ازاي معانا. تمام تمام عشان احنا عايزين نحافظ على نفس الشكل ده، مش هنغير فيه اي حاجة خالص. على فكرة احنا لو عايزين نغير في اللي عاملة زي المروحة دي قصدي، ايوه نفتحها كده هنلاقيها برضو جروب واخدة جزئين، جزء المدور ده والجزء ده مقسومة نصين. نشوفه بقى هنا. هنا دي يعني بصراحة احنا لو هنرسمها احنا بنفسنا هيكون احسن. ليه؟ لان انت هتفصل جزء المراوح ده كده، مش ده كله، لا هنفصل جزء المراوح ده اللي هو الدوائر دي اللي هي عاملة الشكل البيضاوي دي لوحدها مع الدايرة لوحدها فلير، والعصاية بتاعتها دي فلير. ليه؟ عشان احنا هنبقى محتاجين نعمل للدوائر اللي فوق دي للشكل البيضاوي ده روتيشن. فبالتالي لما يبقى فيه بالمنظر اللي هي نازلة بيه كده نص ونص، يعني ده كده نص يمين وهنا نص شمال، مش هنعرف ان احنا ايه نفصلها. تمام، لكن لو احنا راسمينها بقى احنا بنفسنا راسمينها فهيبقى الافضل ان احنا طبعا نرسم. فعشان كده انا بصراحة هدفي ان انا احاول اتعلم معاكم كمان ان الواحد يرسم كويس ويبدأ ياخد الرسومات التصميمات اللي بيعملها زي كده بيعملها هو انيميشن على الافتر افكت، بصراحة هيكون احسن واوقع. بس احنا بناخد التصميمات الجاهزة علشان طبعا يعني مفيش وقت، ساعات بيبقى مثلا في شغل انت مستعجل عليه او العميل مستعجل عليه، فبالتالي ما بيبقاش عندك الوقت الكافي ده لو انت بتشتغل لوحدك. لكن لو عندك فريق بقى لا خلاص، يعني بيبقى في فريق بيرسم وفي فريق بيعمل انيميشن والدنيا بتبقى افضل. انا بتكلم على اللي بيشتغل لوحده بيبقى بقى صعب بالنسبة له، فالاسهل بالنسبة له ان هو طبعا يجيب حاجات جاهزة من على الانترنت عشان يختصر الوقت. تمام كده رجعنا كل حاجة تمام بالمنظر ده، خلاص ماشي حلو جدا. هنشيل ده بقى كده ملوش اي لازمة، وفي هنا اللي احنا كنا قافلينه ده برضو مش شايفاله اي تأثير هنا، فبالتالي برضو هشيل كده. احنا جهزنا الملف بتاعنا اللي هناخده على الافتر افكت. بس في نقطة دلوقتي، هنا الباك جراوند دي صغيرة مقاسها صغير، لو احنا هنعرف مقاسها ازاي هنقف عليها كده بس نحددها هي بس خلاص. وهنجي هنا على الأداة بتاعة الارتبورت كده، هنقف على الباك جراوند مقاسها كام؟ 28 سنتي، 28 سنتي يعني، في 28 سنتي يعني مربعة ماشي. طب احنا المقاس ده صغير جدا، لو راح على الافتر افكت المنظر ده يعني مش هيبقى كويس. خلاص احنا هنعمل ايه؟ احنا هنا واقفين على الارتبورت. الارتبورت دي انا ممكن اغير المقاس بتاعها من هنا، يعني ايه اختار انهي مقاس؟ عايزين نختار مقاس ال اتش دي او الفول اتش دي. لو اخترنا ال اتش دي 1080 ده هنشوف ده او ده، لا المقاس ده مش هو. شوف ال اتش دي برضو، لا كان في مقاس ال اتش دي ده، فممكن نكتبه 720، بس مش عايز 720. طيب بصوا احنا هنكتب هنا المقاس اللي احنا عايزينه اللي هو هنا هيبقى 1920 هنا 1920، ان هو مش عايز يغير المقاس بتاع
الارت بورد على العموم، الارت بورد احنا هنروح في الافتر افكت، فالمفروض ان احنا نظبطها من هنا في الاول، بس هنعملها في الافتر افكت. هنكبر المقاس بتاع الباك جراوند ونكبر الشكل بتاعنا ده، بس هو المفروض اصلا ان هو يتعمل من في الالستريتور ويتظبط في الالستريتور. لو فتحنا نيو كده عشان بس نشوف، هنا هنعمل حاجة اسمها فيلم اند فيديو، هنختار المقاس اللي هو ده 1920 × 1080 ونقول له كريت. خلاص ده المقاس المفروض ان احنا هنعمل على قده الشغل بتاعنا هناك في الافتر افكت. طب انا لو جبت، هناخد كده الليارات دي كلها، لو جيت وخدت الفايل ده نفسه كله بعد ما عملته، هنقول له كده شيفت، كده جه كله زي ما احنا شايفين، بس عشان انا عملت حددت اللايرز من تحت لفوق. انا المره اللي فاتت عملتها من فوق لتحت، عشان كده كانت جايه بالعكس. خلاص انا مش عايزه ده كله. بصوا احنا كده مش عايزين الشكل الاشكال اللي في النص دلوقتي، احنا بس اللي هنحدده دلوقتي هي الباك جراوند دي، عشان انا بس عايزه اكبرها على قد المساحه بتاعتي هنا. همسكها كده من الجنب وبشدها، تمام، عشان اعمل لها فيت على حسب المساحه اللي انا هشتغل فيها. خلاص انا كده عملت لها فيت. هنيجي نعمل لها هنا، عشان بس لما اجي احددها هقفلها خلاص، عشان عايزه احدد دول كلهم كده، دول كلهم كده. هعمل الت وشيفت واسحب ليه، عشان عايزه اكبرهم شويه بالمنظر ده واجيبهم في منتصف الكومب كده. انا كده حطيتهم في النص. هنعرف ازاي بقى ان شاء الله نعمل لهم الانيميشن في المحاضره الجايه في الافتر افكت ان شاء الله. باذن الله اشوفكم المحاضره الجايه، ويا رب يكون الدرس سهل وبسيط. اشوفكم المحاضره الجايه على خير. سلام عليكم.